Bashar, Juan Nafel y Molina Rahman. مساء الخير. إذا كان الموضوع صعب على دكتورة مقامة دكتورة هوية يعني كملوا الصعوبة يعني. الموضوع محمد حسن الصيفي يعني لو رتبنا الأول شوية أو بعض ترتيبات للحاجات وبدأنا مثلا بمحمد عبد الله والطفولة وانا اعرفه كنت شخصيا كنت اجزم ان ده حد بيكتب عن طفولته بعد كده بيطلع للشباب مع محمد عبد الله مع عم عبد الله عم عبد الله احنا كلنا مرتبطينه في المجتمع وكان بارع جدا ان هو حتى ما قالش اختفى ازاي وكلنا بنفتقد عم عبد الله في حياتنا قدوه مرورا بقى بسن الجامعه والازهر والمدارس الازهريه والمعاناه في الازهر اللي اتعرض ليها في مراحل التعليم وبعد كده الجامعه والحنين للمكان كل شويه وبعد كده الشغل والصحاب فتحس ان هو اوتوبيوغرافي لو هو كان بيكتب عن نفسه بس انا للاسف ما سبقش ليا معرفته شخصيا بس ان شاء الله هيحصل وهعرف اذا كان ده تحليل صح او خطا بالنسبه للاوتوبيوغرافي وهل درس في الازهر ولا لا وهل عم عبد الله اثر فيه لدرجه فعلا ان هو يطلع مدرس تاريخ او يدرس التاريخ او بعد كده يدخل بعد كده يلتحق بكليات ويبقى اكثر حظا من الاولاد اللي ما دخلوش الازهر ودخلوا مراحل اخف في التعليم. الروايه قد تبدو او تبدو في وجه من الاول ساخره ولكن بعد يعني بعد الفرحانة وبعد طلوع الروح والعياط والشعبطة والشحتفة وبعد كل الحزن ما خلص ده خلاص واستهلك كل الحزن فكان البديل على طول المصري على طول بيطلع بالسخرية ان هو بيسخر من نفسه بيسخر من كل موقف في الحياة يمكن محمد حسن بيمسك كاميرا او طول الوقت معاه كاميرا ولما ما كانش معاه كاميرا كان بيعتمد على الذاكره فبيرجعنا فلاش باك لما كان وهو صغير كان بيعمل ايه؟ يعني هو بيكلمنا دلوقتي انا عرفت ان هو في الاربعينات في سن الاربعينات تقريبا او في اخر الثلاثينات من غير ما اشوفه او اتعرف عليه وعرفت ان هو في السن ده او في المرحله العمريه دي وبيرجع فلاش باك من كل شويه يجيبني وهو في مرحله ابتدائي في مرحله اعدادي والتنمر وعلاقته في الجامعه مع اصحابه فكل شويه يعمل فلاش باك وهو في سن اللي موجود ده اخر الثلاثينات او الاربعيني هو بيوديني ويجيبني في مراحل مختلفه بس هو في كل مرحله بيوديني فيها بيعيشني اللحظه دي بثقافتها بالالفاظ بتاعتها بالمشاعر كمان بتاعتها اذا كان في كل الكلام ده بيتوقف على كل العناوين اللي موجوده فالكاميرا او العين الناقده دي ممكن نشوفها احنا مليون المرات بس عند محمد حسن لا اسلوب وعمل زوم وفوكس وركز عليها الله طب ما انا بشوفها كل مره ما شفتهاش بالشكل ده ليه؟ لا لاني اتقالت واتحكت بطريقه مميزه جدا والسرد سلس يعني هو بينطقنا ويجيبنا من قدام ويودينا في الاخر خالص في الطفوله فلاش باك وبعد كده في المراحل دي كلها متنوعه في سلاسه يعني ما تحسش بفجوات ولا تحسش فواصل او ان انت نطيت في عالم غريب لا انت مكمل معاه. السرد الساخر والجذاب والسسبنس انت معاه على طول طول الخط كانت تتفرج على برنامج توك شو حد مذيع محترف جدا وابن نكته وبيسحبك على طول من موضوع للتاني. طبعا النكتة او السخرية طبعا على اغلب الاعمال او النصوص لدرجة ان هو نفسه خايف ان بيتقال ده نكتة في بعض الاحيان فبينصص ويقول ده حدث بالفعل يا جماعة يعني خايف ان يختلط السخرية بالواقع بيقول يا جماعة ده حصل بالفعل ويعني لا ركزوا مش كل السخريه لا في جد ده فعلا حصل بالفعل بس هو طبعا بيتناولها بشكل هرج من الكلام
الكلاسيكية في أول عمل لي، كل الناس بتروح للباب الأعمل اللي هو الكلاسيكية في الأعمال، وده طبعا جراء مشكور عليها وبارع فيها ونجح في ده، إن هو يطرق باب جديد وساحر في أول عمل لي. ده تطلب جراءة جامدة من الكاتب يعني. كمان في الأعمال أو في النصوص تلاقيه بياخدنا من موقف أو لقطة أو كادر خاص شخصي، وبعد كده يروح للعام. يعني مثلا في طيور أو طيور الرحمن بياخدنا من الصفة أو الحاجة الشخصية اللي هو محل وكاتب طيور الرحمن. وليه؟ يعني في طيور تانية مش طيور الرحمن، طيور عالم تاني، وبياخدنا في السياق ده لغاية ما يودينا للموضوع الأصعب والأعمق، اللي هو إن إحنا بناخد الأديان بالقشور وبنركز في القشور ونبروزها، وهي دي قمة الدين يعني. وإن ما عملتش كده يبقى أنت كده خارج عن الدين. وبالمناسبة أنا من خلفية مسيحية، فبرضه اللي بينطبق على الدين، أنا بتكلم الدين عموما بقى مش هحدد بقى، بينطبق على الأديان، لأن هو أنت عايش في مجتمع، فإحنا بنتكلم على الدين اللي بيدين بيه المجتمع سواء أيا كان. فالأغلبية بيهتموا نطلع الحاجة من بطنها ونركز بس في القشور، أو نركز في برواز الشكل عشان يبقى لائق بس قدام الناس، وكأننا بناخد سيلفي ولا فوتو نحتفظ بيها للذكر. في طيور الرحمن تبدأ السخرية من محل الدواجن وتنتهي بأصول الدين بقى والأزهر والتوكل، إن إحنا نطلع كل حاجة من بطنها ونركز بس على المظاهر أو الشكليات. وكمان كل واحد من الفاضي، الفاضي يعني القاضي على رأيه الساحر، فكل واحد منصب نفسه قاضي أو منصب نفسه حاكم أو والي أو أمر بالمعروف والمنكر، هو اللي بيحتوي أو يحتكم على الدين والصح والحقيقة والصواب، وأي حاجة غير كده يبقى مخطئ ويستاهل العقاب والقتل، لأن ممكن توصل للقتل. هو موضوع الخلاف طبعا مش جديد يعني، كان كتير بس على الأرض وقت وقتلوا بعض، فموضوع طبعا مش جديد المرة، وهيفضل وهيستمر للأسف، لأن هي دي الدنيا ودي الحياة. في القصة بقى بعد كده بيستمر في نفس السياق اللي هو سيستمر الغلاف، برضو بياخدنا من مشهد أو من عبارة صغيرة اللي هي سيستمر الغلاف، هي مكتوبة على ورا كل باب في حتة متفاية من كل باب، وواضح إن هي داخلة أو متوغلة في كل القطر كله، يعني حتى لو رحت حمام في الصحراوي هتلاقي نفس الكلام. فهو بيتخيل إن واحد كان فاضي وقاعد يمشي يكتب ان هو سيستمر الغلاء في ان لم تتحجب النساء. في الحسد الممنوع برضو بيبدا من شيء خاص اللي يدخل في ذهن او كميه الفتي والكلام اللي هو مش مدرك او اي كلام في اي هري وخلاص، وبعد كده يدخل لموضوع عام. فده كان جانب مميز في المجموعة كلها، مش طبعا مش هقول كل الكلام ده. عجبتني جدا اللي هو بيتكلم على كل بالأزهر. أنا كمعلم فعلا ومعلم ومسيحي، بس بأشفق فعلا على طلبة الأزهر، لأن كنت بدي طلبة إسلامي الإنجليش، فجزء من الإنجليش اللي أنا بدرسه إسلامي، فكانوا مضطرين يحفظوا فقه وشريعة ومواد دينية جدا، مواد كتيرة جدا بجانب المواد الأساسية، فتلاقيهم مدررين يعني ولا واخدين سمر سكول ولا كورس في الصيف ولا إيه، وشغالين طحن طول السنة. مشهد رهيب جدا اللي هو
نوع من التنمر او الكبرياء اللي هو الولد في المدرسه الحكوميه العاديه بيجي يرمي له الشوال بتاع الكتب لانه هو فرقت سنه لما هو ازهر هيكمل 6 سنين لكن اللي هو في مدارس الحكومه العاديه هيكمل 5. فالمهم ان هو مش هيحتاج كتب فهو اكبر منه بسنه فالكتب اللي هو مثلا بتاع الاولى عاديه يديها له هو في السته او الخامسه تقريبا. فنوع من التنمر اللي هو جاي برضو من خلفيه الغلبة، من خلفية اني انا الاقوى، ان انا عايز اثبت ان انا الاقوى، اني الاقوى بالدراع. في كل القصص بياخدنا وبرضه نظرية الفرح، نظرية تطور الجيل من باند او من فرقة، دي جي لواحد متحكم بيحرك قرص مع نادي. نظرية التطور دي مع المصايب بتاعت الفرح الأزلية الساخرة في كل السخرية وراها كم أو أنضجها كم كآبة وكم حزن وكم قد إيه مهموم بالمشاكل دي. طلعت في هذه السخرية لأنه مش عارفوا منهج او الكلاس اللي يتكلموا بيه الناس، فعايز يطلع من ده، عايز يكسر القيود بتاعت الحوار حتى ويهرب منها الى حد ما. يعني كل الحوار اللي هو فصيح اتحول لعامية عشان يقرب الناس وعشان يوصل يقول انا عايز اقول ايه. بحس برضو في كل الاعمال او في كل النصوص ان حد قاعد مش عارف ليه جالي الاحساس ده، ان حد قاعد على السوشيال ميديا او بيعمل بوست، كل واحدة من دول بوست. كمان في الكلام الانجليش المعرف، يعني تلاقي مش كلمة بقى، في جملة ساعات او فريز يعني اكتر من كلمة مع بعض مرتبطة ببعض انجليش كلها. كمان غير everywhere كلمة واحدة، لا في حاجة عبارة على بعض كده، كلمة او جملة او شبه جملة عبارة على بعض بس مش فاكرها ايه. كمان اخر حاجة عشان الوقت، الكتابة بالعامية رائعة جدا وبتتقال بسهولة وسلسة وقريبة الفهم ومش محتاج، لان هو انا جاي انقد، انا معبأ بثقة رهيبة جدا، هو ناقد، هو الكاتب ناقد كل حاجة، هو ناقد كل المشهد اللي بيشوفه. فصعب جدا انت تنقد الناقد، لان هو ناقد، بس ناقد هو محلل كمان، دخل جوه الشخصيه بتاع كل واحد فيهم بيحس بيه وبيشعر بيه. وكمان بعد التحليل حل الشخصيه او حل نفسيه الشخصيه نفسها، دخل جوه الشخصيه نفسها وادى حلول في بعض النصوص بس مش في كلها، يعني ادى حلول جاهزه وادى واحد اتنين في بعض الاوقات بتاخدوا ال الجلاله واحد اتنين. يعني بص بقى، الدوله عشان هتعمل دور اولا في مره من المرات سواء التاكسي والحلاقين ومش عارف ايه، الدوله هتفرض عليهم كتب، مجموعه كتب تديري شهريه، واحد عشان كذا واثنين عشان كذا. بص بقى، ده كان اللي يعرف منه اللي هو الكتاب والالزام واحد اثنين. الكتابه بالعاميه او حتى كانت عاميه فصحى او قريبه من الفصحى، لو جاب شويه خلاص هقول يعني العمل بتواجهه صعوبه في الترجمه، يعني لو قدر لعمل من الاعمال دي مترجم فانت قدامك حاجتين، انت ممكن تترجم من عاميه لفصحى وبعد كده من فصحى للغه اللي انت عايز تترجم بيها بالفصحى، مش هتوصل ابدا للمعنى وهيبقى فيه خلل او قطر، مش هينفع قطر، هيبقى فيه في الترجمه هيبقى فيه مشكله. لكن لو هنتكلم عن اي حاجه تانيه في مجالات الادب غير الترجمه، ده الترجمه بس هتبقى فيها مشكله.
لو انا بتكلم عن حد من الشرقيه واسامه بيتكلم بيفكرني بموقف من زمان من حد من الشرقيه، بقول انا مثلا لو هقرا لحد بثقافه واحد شرقاوي، فمثلا من كل الشرقاويه الموجودين يعني. افتكرت موقف طريف وانا في الجيش. حد صديق ليا اسمه اشرف بينادي عليا. ولا يا منزي، ده عسكري منزي، ولا يا منزي عندك زنوطة تنزل لكم؟ طبعا ايه؟ قالها تاني. ايه؟ في ايه؟ قالها تاني. بتدفق حوالين نفسي، قال في حاجة غلط؟ عندك زنوطة انزل لكم؟ عايز زن بس بلازق فيها دي، وبعد كده انزل بي، انزل لكم، انزل به، انزل بي. مصيرها ايه؟ وهل في تطور؟ هو طبعا اللغه كائن حي. اللغه كائن مش هتتوقف. هل في مره من المرات بنتي دي مثلا لما تيجي تنقد عمل هتقول في نفس المنصه دي مثلا على كلمه بحبك به وسلم به كيف مثلا مكتوبه في عمل؟ اللي هو الفرانكو يعني. تمام؟ استمتعت بالقراءة سلسة جميلة، واستمتعت بالدعوة الفاضلة من الأساتذة أستاذ شعبان والقائمين على الدار. استمتعت بالكاتب الجميل والأساتذة العظام، ربنا يخليكم ليا، واستمتعت بالحضور الجميل.